بيبدأ الفيلم مع رضوان خان اللي بيعاني من التوحد، واللي بيكون عنده خوف من حاجات كتيرة زي الدوشة والصوت العالي والأماكن الجديدة وكمان اللون الأصفر. ولكن في الوقت ده ما كانش حد عارف نوع مرضه بالظبط، وأمه اللي بتكون متفهمة أنه مختلف عن باقي الأطفال، وهي اللي بتصرف عليه بعد ما أبوه مات، وهي اللي بتعلمه كل حاجة. أهمها أن الناس نوعين، طيبين وأشرار، ومفيش نوع تالت، يعني ما يعرفوش يميزوا الناس بديانتهم أو بشكلهم أو بلونهم. ودايما بيتعرض خان للضرب والعنف من زمايله في المدرسة بسبب حالته، فبتقرر أمه أنه يكمل تعليمه على إيد مدرس معاه شهادات كتيرة. بتقوله أنه خان شاطر جدا في التعليم وأنه عبقري، ولكن محدش بيتقبله بسبب حالته. وخان بيثبت أنه عبقري فعلا لما بيخترع مضخة مية علشان يطلع مية المطر من قدام بيت المدرس، اللي بيكون كل الناس اللي عايشين في المكان مش لاقيين حل للموضوع ده. كمان أمه بتستغله في تصليح الأجهزة الكهربائية اللي بايظة في البيوت، وده لأنه عنده قدرة إنه يصلح أي حاجة بايظة. في الوقت ده الأم كانت بتدي اهتمام كبير جدا لخان، وبتهمل ذاكر أخوه الصغير أحيانا، واللي بدأ يغير جدا من أخوه وبيبعد عنه، لدرجة إنه أول ما تم 18 سنة جات له منحة يكمل دراسته في أمريكا، وساب أخوه وأمه وراح يكمل تعليمه هناك، وكمان اشتغل وتجوز وكون أسرة. وبيعيش خان مع أمه لحد ما بتموت. ساعتها بينتقل لأمريكا مع أخوه زاكر علشان يشتغل ويعيش معاه في سان فرانسيسكو. بيتعرف على حسينة مرات أخوه واللي بتكون دكتورة في علم النفس، وهي أول واحدة بتكتشف حالة خان إنه بيعاني من متلازمة اسبرجر، وعشان كده بيخاف من اللون الأصفر والأماكن الجديدة. حلت الموضوع ده عن طريق كاميرا، خلته يشوف كل الأماكن الجديدة عن طريق الكاميرا، وبكده الأماكن مش هتبقى جديدة عليه ومش هيخاف منها. وبيروح مع أخوه زاكر في شركته اللي متخصصة في منتجات العناية بالبشرة عشان يستلم شغله الجديد، وهو مندوب وبياخد المنتجات وبيعرضها في الصالونات. وفعلا بيروح صالون علشان يبيع المنتجات دي، وهناك بيقابل مندرة واللي بتشتغل مصففة شعر، اللي بتكون ضحكتها عالية جدا، ولكن ده الصوت العالي الوحيد اللي مش بيتضايق منه. بتكون مندرة متفهمة جدا لحالة خان، وبيبان قد ايه خان عفوي وطيب، وده لما مندرة بتطلب تاخد منه 6 علب من كريمات البشرة، وخان بيقول لها ان صلاحيتها 3 شهور بس وبكده هيبوظوا منها. كمان بيعرفها عيوب المنتج بصراحة، وبيقول لها انه مش بيجيب نتيجة، وبيتعلق بيها اكتر وبيحبها، وبيخليها تقصله شعره، وبتعجبه القصة لدرجة انه بيعرض عليها الجواز. ولكن مندرة بتجيلها مكالمة وبتسيبه علشان تقابل واحد اسمه سمير، وبيطلع سمير ده ابنها، وبيعرف خان بعد كده انها مطلقة، وبيعرض عليها الجواز تاني، ولكن هي بترفض. وبعدها بتقول له انها توافق تتجوزه بشرط هو انه يوديها في مكان جديد في سان فرانسيسكو، مكان هي اول مره تشوفه. وبيحاول خان كتير وبيتضايق، وده لانها عارفه كل الاماكن اللي موجوده في سان فرانسيسكو، لحد ما بيكتشف مكان جديد على جبل عالي، وفضل يروح المكان ده ل6 ايام عشان يحسب اللحظه دي، لحظه شروق الشمس من على جبل عالي بيطل على كل مباني سان فرانسيسكو. انبهرت مندرة بالمنظر وساعتها وافقت انها تتجوزه، لكن ذاكر اخوه بيرفض، وده لانهم مسلمين ومندرة ديانتها هندوسيه، وانه لو كمل في الجوازه دي فهو هيتبرى منه. لكن خان بيكمل وبيتجوز مندرة، وبيعملوا فرح كبير، وبتروح له حسينه مرات اخوه بتبارك له. ومندرة بتعرف خان على صاحب وجارتها الجديدة سارة، وجوزها مارك اللي بيشتغل منتج للبرامج التلفزيونية، وابنهم ريس اللي من نفس عمر سمير ابن مندرة. بعدها بيفتحوا الصالون الخاص بمندرة وبيكسبوا منه فلوس كتيرة، بيعيشوا حياة هادية لحد ما بيحصل انفجار في برجين التجارة اللي في نيويورك، والأخبار بتنقل انه حصل بسبب تنظيم إرهابي، وفي الوقت ده بتزيد العنصرية ضد المسلمين بشكل كبير، لدرجة انهم بقوا لما بيسمعوا خان بيقول آيات قرآنية بيبعدوا عنه وبيخافوا منه وبيفكروه إرهابي، وبيضطر مسلمين كتير يحلقوا لحيتهم بسبب الخوف من العنصرية. وبتنزل مناهج جديدة في المدارس إن الإسلام أكثر الديانات عنف، بقوا بيعتبروا إن أي حد مسلم إرهابي بيشكل خطر كبير عليهم، وزمايل سمير في المدرسة بقوا بيعاملوه وحش لأنه بقى مسلم زي زوج أمه اللي هو خان. كمان الصالون بتاع مندرة بقى بيخسر، وده برضه بسبب ديانة جوزها خان، والناس بقت بتبعد عنهم وعلشان كده اضطروا يقفلوه. وحسينة بتتعرض للعنف وبيقلعوها الحجاب في الجامعة بسبب ديانتها، وبتضطر تقلع الحجاب خالص عشان ما تتعرضش للعنف تاني لحد ما الدنيا تهدى. لحد ما بيتم إرسال مارك علشان يغطي أحداث حرب أفغانستان، هناك بيموت وبيعتبروه شهيد هو وألاف الأمريكان. ساعتها العنصرية ضد المسلمين بتزيد بشكل أكبر، ومنهم ريس اللي بدأ يبعد عن سمير صاحبه الوحيد، ومفكر إن سمير وخان هم السبب في قتل أبوه، وبيفضل سام لوحده. وساعتها خان بيجيب له جزمة جديدة علشان يلعب بيها كورة ويشغل بيها وقته، وفي الملعب بيتعرض للضرب والعنف من زمايله لأنه كان بيحاول يصالح ريس بالعافية، وضربوه بالكورة في صدره وبيسبوه
بيتوه وبيمشوا ومحدش بينقذه لحد ما بيموت للأسف. ومندرا بتنهار بعد موت ابنها، خصوصا لما بتعرف انه مات بسبب انه مسلم وان زمايله ضربوه لانهم كانوا بيكرهوه، وبتتغير على خان وبترفض تكلمه وبتقول له انها مش عايزاه في حياتها، وده لان ابنها مات بسببه، انها لو ما كانتش اتجوزته كان زمان سمير ابنها لسه من الهندوس وساعتها ما كانش حد هيجي جنبه. وكمان بتقول له انها مش عايزاه في بيتها من النهارده وما يرجع لهاش تاني غير لما يعرف كل الناس ومنهم رئيس الجمهوريه ان ابنها سمير كان مجرد طفل وانه مش ارهابي وانه مات ظلم وانها عايزه حقه، وده لان الولاد اللي قتلوه لحد دلوقتي لسه ما اتقبضش عليهم. تبدا رحله خان في توصيل الرساله دي لرئيس الجمهوريه، وبيحجز طياره لواشنطن، وهو في المطار بيفضل يقرا قران، والناس اللي حواليه بتسمعه وبتبعد عنه لانه بيقول قران وبكده هو ارهابي، وبيمسكوا امن المطار وبيحققوا معاه، بيسالوه ايه سبب زيارته لواشنطن، بيقول لهم انه رايح لرئيس الجمهوريه علشان يوصل له رساله انه اسمه خان وانه مش ارهابي، وبيتريقوا عليه وبيسخروا منه، ومنهم ضابط بيقول له لو قابلت رئيس الجمهوريه ابقى اساله انت عامل ايه، وبيسمحوا له يخرج بعد وقت طويل جدا وبتكون الطياره فاتته، عشان كده بيضطر يسافر عن طريق الاتوبيس. وهو في الطريق في يوم بيكون المطر شديد جدا وبيقع قدامه طفل صغير من فوق العجله بتاعته وبيتعور في ركبته، علشان كده خان بيساعده وبيرجعه البيت اللي بيكون عايش في قريه صغيره في مدينه جورجيا. بيتقابله ماما جيني ودي ام الولد، وبتشكره جدا لانه انقذ حياه ابنها، وبتغسل له هدومه لان ريحتها كانت وحشه جدا، وبتاكله لانه جعان. بيعيش معاهم كام يوم في القريه، وبيكون عدد سكان القريه 204 بس، اللي بيتجمعوا كلهم في الكنيسه لانها اكتر مكان بيرتاحوا فيه، وبعدها بيسيبهم وبيمشي علشان يكمل رحلته، وبيحدد مكان بيكون الرئيس هيزوره، وبيوصل لواشنطن قبل ميعاد الزياره بثلاث ايام. في الوقت ده بيكون فاضل ايام قليله جدا على ان الرئيس الموجود يمشي ويجي بداله الرئيس المنتخب في الوقت ده اللي هو باراك اوباما. وبيروح علشان يصلي في جامع، وبيلاقي دكتور فيصل رحمن واللي بيخطب في المصلين وبيعلمهم الارهاب، اللي بيقول لهم ان من حقهم يقتلوا اي حد مش مسلم، بيفهمهم الجهاد بطريقه غلط. ساعتها خان بيوصفه بانه شيطان، بيخرج من الجامع وبيتصل بالمباحث الفيدراليه وبيبلغ عنه انه ارهابي، وبعدها بيروح لمكان زياره الرئيس، واول ما بيشوف الرئيس بيفضل يردد ان اسمه خان وانه مش ارهابي، وفي كاميرا من الموجودين بتصوره، لحد ما الناس اللي حواليه بتسمع كلمه ارهابي بيبداوا يجروا وبيبعدوا عنه. حرس اللي في المكان بيبدا يهجم على خان وبيضربوه وبيعتقلوه بتهمه ممارسه الارهاب. يكون في اتنين كانوا موجودين في الحفل ومهتمين بقضيه خان، واللي بيروحوا الهاكر وبيساعدهم وبيجيب لهم كل المعلومات اللي موجوده عن خان، بيعرفوا انه بيعاني من التوحد وانه مش هيستحمل الاعتقال، كمان انه احتمال كبير جدا ما يطلعش ارهابي ولا حاجه، وعشان كده بيقرروا يساعدوه. وبيتعرض خان للتعذيب، وبيقول ان التكييف اللي عنده كان عالي جدا والجو كان برد، هو عرض عليهم انه يصلح التكييف اللي كان مفكره بايظ، ولكن هم رفضوا معتقدين انه ممكن يهرب. بنروح لمذيع في البي بي سي وبيقرر يعرض المقطع كامل في القناه عنده، واللي بيوضح ان خان كان بيقول انه اسمه خان وانه مش ارهابي، انهم معتقلينه من غير سبب. وبيتعرض المقطع فعلا في التلفزيون. ساعتها زاكر وحسينه بيطلعوا في مقابلات تلفزيونيه وبيدافعوا عن خان، وحسينه بتقول انه اتصل عليها وطلب رقم المباحث الفيدراليه علشان يبلغ عن دكتور فيصل رحمن وانه ده الارهابي فعلا، انه مستحيل يبلغ عنهم وهو منهم. تتحول القضيه لقضيه راي عام، كمان الجمعيات المهتمه بحالات التوحد في سان فرانسيسكو بتبدا تدافع عن خان. الحكومه بتسمع بلاغ خان عن دكتور فيصل رحمن وبيتاكدوا انه مش ارهابي وعشان كده بيخرجوه، والناس كلها بتتابع لحظه خروجه. ما بيطلع بيلاقي ان مندرا بتدور عليه ومش عارفه توصل له، وبتركب في عربيه الشرطه، ولكن ما بيقدرش يروح لها، وده لانه لسه ما نفذش وعده وما وصلش الرساله لرئيس الجمهوريه. في الوقت ده بيكونوا بيحاربوا العنصريه ضد المسلمين، وبتقرر حسينه ترجع الجامعه تاني بحجابها. وبيسمع خان في التلفزيون ان قريه ماما جيني تعرضت لاعصار شديد في جورجيا، عشان كده بيضطر يروح يساعدها، وده لانه عارف انها ما بتعرفش تعوم بسبب وزنها. بيروح فعلا وبيلاقي القريه كلها غرقانه، يكون اهل القريه كلهم متجمعين في الكنيسه ومعهمش اكل ولا حاجه تغطيهم، وكلهم تعبانين، انهم في مشكله كبيره جدا، وكمان الكنيسه اللي هم مستخبيين فيها بتنهار. بيجي اتنين مصورين واللي هم مهتمين ينقلوا احداث خان بعد خروجه من السجن، بيلاقوه مش فاضي وبيساعد ماما جيني واهلها، عشان كده بيقرروا ينقلوا ويصوروا الاحداث اللي بتحصل في القريه دي، ان ده بسبب التساهل الحكومي، لان الحكومه بتهمل المناطق النائيه.
إن محدش قرر يساعدهم لحد دلوقتي غير خان، وساعتها بيلاقوا إن في ناس كتيرة ومنهم حسينة وذاكر جايين علشان يساعدوا أهل القرية ومعهم أكل ومؤن، وبيبنوا القرية من الأول وجديد وسط الأمطار. الأخبار كلها بتتنقل على قنوات التلفزيون، وبيسمعها ريس صاحب سمير اللي بيقرر يعترف على اللي قتلوا سمير وهو منهم، وبيتقبض عليهم بعد أكتر من 6 شهور من جريمة القتل. وبعدها بتروح مندرة الخان في القرية اللي موجودة في جورجيا، لكن في اللحظة دي بيجي واحد من المتطرفين وبيضرب خان بالسكينة لأنه بلغ عن دكتور فيصل رحمن، وبياخدوا خان للمستشفى في جورجيا وبيتم إنقاذه وبيعيش. ساعتها بيكون تم تعيين الرئيس الجديد واللي هو باراك أوباما، بيقرر يزور قرية ماما جيني في جورجيا عشان يشوف الإجراءات بعد الإعصار. ولكن خان بيلاقي إن الرئيس خلص الزيارة واتحرك لقصر الرئاسة، بس بيتفاجئ إن الرئيس رجع له تاني هو مخصوص علشان يسمع الرسالة اللي عنده، وبيقابل خان وبيقول له إنه اسمه خان وإنه مش إرهابي، وإنه سمير ابن ماندرا كان مجرد طفل صغير وإنه برضه مش إرهابي، وإنه مات بسبب اضطهاد المسلمين. كمان منساش يوصل له رسالة الضابط اللي كان عايز يسأل الرئيس أنت عامل إيه. ويخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن إيه.